السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. سعادة السفيرة مساء الخير وخالص تعازية لشخصك ولكل الشعب المصري. مساء الخير يا أستاذ تامر، التعازي لمصر كلها. النهاردة حادث مؤسف، يوم حزين على مصر. اللي حصل النهاردة هزنا كلنا، وإحنا ما زلنا كلنا في حالة من التوتر ومن الحزن. إنما الشر المدقع اللي هو وراء هذا الهجوم الشرس الإرهابي الجبان بيوري حاجات كتيرة جدا. الشر ده يعني هو الإرهابي مش حط القنبلة أو المتفجرات في الكنيسة ومشي، ده هو استهدف شريحة معينة في الكنيسة كمان. عشان كده بقول شر مدقع إنه يستهدف الستات والأطفال. حضرتك عارف إنه في الكنيسة الرجالة بيقفوا في ناحية والستات في ناحية بالأطفال، لأنه الأطفال دايما بيبقوا ملتصقين بأمهم. صحيح. عشان كده إنه يحط القنبلة مكان الستات ده شيء مؤلم جدا جدا. إنما أنا أولا بعزي أسر الضحايا، بقول لهم حاجة واحدة، بقول لهم يعني أنا نفسي كنبيلة مكرم أتمنى إنه يوم انتقالي يكون في الكنيسة زي ما هم فقدوا من يحبونهم. إنما الحقيقة إحنا بنبص لحاجة أكبر وهو الوطن، زي ما حضرتك قلت. متهيأ لي إن كل اللي ما كانش مصدق إن في مؤامرة ضد مصر وحرب ضد مصر، متهيأ لي أمن بالله دلوقتي. صحيح. إحنا بدينا باقتصادنا وبعدين السياحة بتاعتنا وبعدين مسكننا دلوقتي في هذا الملف. مش عايزة أتكلم على فتنة طائفية، لأنه لازم المسلم والمسيحي يعلم إنه هذه الهجمات الجمعة اللي فاتت في الجامع، الحد في الكنيسة في صلاة القداس، إذن الهجمة جاية ضد المسلم والمسيحي وليس ما بين المسلم والمسيحي. صحيح. فإذن كلنا لابد أنه يصحي فينا هذا المارد المصري، بمعنى أن كل اللي حصل ده، الهجوم الشرس ده، لابد أنه يكون معاه دفاع شرس أيضا. إحنا اقتصادنا في كل الأزمات اللي إحنا مرينا بيه، كل القرارات اللي هي الأخيرة دي كانت لصالح الدولة. هنتحمل ارتفاع أسعار، بس إحنا في حرب ولازم كل واحد يعرف إحنا في حرب. السياحة المصري اللي في الداخل، معلش إحنا كل بيوتنا المصرية لما بيحصل أزمات مادية الأب أو الأم بيقول ما فيش خروج النهاردة، هنتغدى في البيت، ما فيش خروج في أجازات برا، كله يبقى جوه مصر. شجع سياحتك الداخلية. المصريين في الخارج، أنا مش عايزة سائح، أنا عايزة المصري اللي في الخارج هو اللي يجيلي. الملف بتاعنا ده الأخير بتاع النهاردة ده بالعكس ده القوينا ويخلي عندنا عند إيدي ضد المرحلة اللي جاية. امبارح حضرتك شفت الملازم أحمد وهو برجل واحدة طالع لوحده على السلالم عشان يستلم التكريم بتاعه من سيادة الرئيس. أيوه. بعد السندات بتاعته، يعني ما حدش سنده وما حدش اداله ايده وما حدش ارتكز عليه وهو واقف يستلم بنفسه الشهاده. النهارده الارهاب ضربني مش في رجلي، ضربني في قلبي. عشان كده انا وشعبي في الداخل وفي الخارج هقف على عكازاتي، انا ادافع بيها عن وطني انا. عشان لما الرئيس في اخر كلمه امبارح في مؤتمر الشباب بعد ما خلصنا كل المحاضرات طلب من الحضور التصفيق للشعب المصري على مساندته البلدي، احنا عاوزين ان احنا فعلا اللي نقوم بالبلد دي مش حد تاني. طيب بالنسبة معالي الوزيرة لبعض اخواتنا المصريين المسيحيين اللي واقفين من الظهر امام الكنيسة البطرسية في مظاهرات تنديد بالارهاب واعلان عن غضبهم، وده غضب مشروع الحقيقة، كلنا فينا حالة الغضب والتأجج المشاعر ده، توجه لهم رسالة بكونك مواطنة مصرية قبل ما تكوني وزيرة؟ أستاذ، معروف جدا انه طبعا في اليوم كل المشاعر سواء مسلمين او مسيحيين احنا كلنا في حالة غضب. المسيحيين مش بس، صحيح، هم اللي في حالة غضب، المسلمين والمسيحيين. انا بس عايزة انبه لشيء، انه في عناصر خارج الكاتدرائية بتاخد فرصة من هذه المشاعر علشان تبعث برسائل او يعني عايزه اقول ايه، عنف بيظهر ضد شخصيات معينه بتيجي تواسي الاقباط.
احنا شعب متدين، احنا عارفين او مؤمنين بقضاء الله وقدره، احنا ما احناش شعب عدائي لا مسلمين ولا مسيحيين. انما عايزه اولا بعزيهم بقول لهم ان احنا كلنا النهارده في قلبنا جرح كبير، انما اللي بيتصيد هذه المناسبات علشان يطلق شعارات او علشان ينصب كمائن لهذه الدوله، من فضلكم احنا بنبص طبعا ربنا وبنبص لبلدنا. شكرا جزيلا سعادة السفيرة.